مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى عدد جديد من برنامج طبيبك النفسي. ما زلنا مصممين ومقررين أن نعالج كل الحالات النفسية. يعني هو الوسواس القهري، الاضطراب اللي راح نتكلموا عليه اليوم، هو يعني اضطراب ولا مرض متمثل في مجموعة أعراض. دكتور نقطعك فقط عذرا، نجم ننقضوا من خلال الأطباء اللي هما في الصحة العقلية أشياء ممكن، مثلا المخدرات بالنسبة للأطفال المراهقين. الوسواس القهري مجموعة من أفكار غير منطقية وتصرفات إجبارية ناتجة عن القلق، تتفاوت أعراضه من شخص إلى آخر. يعني على كل حال كاين فرق بين بسيكولوج النفساني والطبيب العقلي والنفساني اللي هو البسيكياتر. زلنا متواصلين معكم، قناة الجزائر أنوار فتحت لكم هذا المجال. صحيح أن الوقت ربما كبير، ولكن الموضوع يستحق ربما الأولى في الجزائر اللي كان طبيبك النفسي باش نعالجوا كل الأمراض النفسية. قمر الدين بوزيدي حييكم، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء. تتابعون برنامج طبيبك النفسي في الأوقات التالية على قناة الجزائر أنوان. كونوا في الموعد.